ربما أن الشيء الممتع أكثر من إيجاد معكوس المصفوفة هو محاولة تحديد متى يكون معكوس المصفوفة غير موجودا أو عندما يكون غير معرفا، والمصفوفة المربعة لا يوجد لها معكوس، حيث أن المعكوس عندما يكون غير معرفا تسمى المصفوفة المفردة. إذن دعونا نفكر في كيف تبدو المصفوفة المفردة وكيف أن ذلك يطبق على المسائل المختلفة التي وضعناها باستخدام المصفوفات. فإذا كان لدي مصفوف 2 ضرب 2 لأن هذا المثال الأبسط، لكن يمكن تطبيقه على أي حجم للمصفوفة المربعة. إذا دعونا نأخذ مصفوفة 2 ضرب 2 والعناصر هي A, B, C و D. ما هو معكوس هذه المصفوفة؟ أتمنى أن هذا بديهي بالنسبة لكم، إنه 1 على محدد الـ A ضرب مساعد الـ A. وفي هذه الحالة تقوم بتبديل هذان الحدان، لدينا D و A، وتجعل هذان الحدان سالبان، إذن لدينا سالب C وسالب B. وسؤالي لكم هو، ما الذي سيجعل كل هذه العبارة غير معرفة؟ حسنا، لا يهم ما هي الأعداد التي لدي، إذا كان لدي أعداد هنا تجعلها معرفة بالتالي فأنا أقلبهم وأجعل إشارتهم سالبة، هذا الجزء من العبارة. لكن ما يمكن أن ينشئ مشكلة هو إذا أردنا أن نقسم على صفر هنا، إذا كان محدد المصفوفة A غير معرفا، أي معكوس الـ A يكون غير معرفا إذا وفقط إذا إذا وفقط إذا كان محدد الـ A يساوي الصفر. الطريقة الأخرى لتصور هذا هي إذا كان محدد المصفوفة يساوي صفر، بالتالي هذه المصفوفة تكون مصفوفة مفردة وليس لها معكوسا أو المعكوس غير معرفا. لذا دعونا نفكر في مفاهيم العبارات على الأقل بالنسبة للمسألتان اللتان تطرقنا لهما. ماذا يعني المحدد الصفر؟ ونرى إذا كان بإمكاننا الحصول على تفسير سبب عدم وجود معكوس. إذن ما هو المحدد الصفر في هذه الحالة؟ ما هو محدد مصفوفة 2 ضرب 2؟ حسنا، كم يساوي محدد المصفوفة A؟ يساوي AD ناقص BC. AD ناقص BC. إذن هذه المصفوفة مفردة أو ليس لديها معكوسا إذا كانت هذه العبارة تساوي صفر. دعوني أكتب هذا هنا، إذا كان AD تساوي BC، أو يمكننا أن نتلاعب بالأشياء ويمكن أن نقول أن إذا كان A على B تساوي C على D، لقد قسمت كلا الطرفين على B وقسمت كلا الطرفين على D، إذا كانت نسبة A ل B تكافئ نسبة C ل D، بالتالي فإن هذه لن يكون لها معكوسا. أو بطريقة أخرى يمكننا أن نكتب هذه العبارة، إذا A على C، إذا قسمت كلا الطرفين على C وقسمت كلا الطرفين على D تساوي B على D. طريقة أخرى تكون بها هذه المصفوفة مفردة، وهي إذا، وفي الواقع هي نفس الطريقة، إذا كان كلاهما متكافئان، هذا مجرد تلاعب جبري، إذا كانت نسبة A ل C تساوي نسبة B ل D، ويمكنك أن تفكر في سبب تعادلهما، نسبة A ل B تعادل نسبة C ل D، لكن على أي حال لا أريد إرباككم، لكن دعونا نفكر في كيفية ترجمة هذا إلى بعض المسائل التي استعرضناها. لذا دعونا نفترض أننا نريد أن ننظر إلى المسألة، دعونا نفترض أن لدينا هذه المصفوفة التي تمثل، حسناً ستكون أي واحدة، إذا كان لدي المصفوفة A, B, C و D ضرب X و Y، X و Y يساوي عددان آخران،
لم نستخدمهما بعد هما إي وإف. فإذا كان لدي معادلة هذه المصفوفة التي تمثل مسألة معادلة خطية، ستمثل كالتالي: A ضرب X زائد P ضرب Y تساوي E، هو C ضرب X زائد D ضرب Y تساوي F، ونريد أن نرى مكان تقاطعهما. هذا سيكون الحل، أي حل المتجه لهذه المعادلة. وحتى نحصل على فهم مرئي لشكل هذان الخطان، دعونا نضعهما بنموذج تقاطع Y للميل. كم ناتج هذا؟ في هذه الحالة كم تساوي Y؟ Y تساوي سالب A على B ضرب X زائد E على B. لقد تغاضيت عن بعض الخطوات، لكننا طرحنا AX من كلا الطرفين، ومثم قسمنا كلا الطرفين على B ونحصل على هذا. ثم أن هذه المعادلة إذا وضعناها في نفس النموذج سنجد Y، نحصل على Y تساوي سالب C سالب C على D ضرب X زائد F على Y. دعونا نفكر في هذا. ربما يجب علي أن أغير الألوان. دعونا نفكر في كيف ستبدوان هاتان المعادلتان. إذن بقي هذا، وقد قلنا أنه إذا بقي هذا بالتالي لن يكون لدينا محدد، وتصبح هذه مصفوفة مفردة وليس لديها معكوسا. وبما أنه ليس لدينا معكوسا، فلن يكون بإمكانك إيجاد المعادلة عن طريق ضرب كلا الطرفين بالمعكوس، لأن المعكوس غير موجود. دعونا نفكر بهذا. إذا كان هذا صحيحا، ليس لدينا محددا، لكن ماذا يعني هذا بدلالة هاتان المعادلتان؟ حسنا، إذا كان A على B تساوي C على D، فإن هذان الخطان سيكون لهما نفس الميل، سيكون لهما الميل نفسه. إذا كانت هاتان العبارتان مختلفتان، فماذا نعرف عنهما؟ إذا كان خطان لهما الميل نفسه ويختلفان بتقاطع Y، سيكونان متوازيان ولن يتقاطعا أبدا. دعوني أرسم ذلك ونحصل على هذا الخط العلوي. لا يجب أن تكون الأعداد موجبة، وبما أنها تمتلك إشارة سالبة فسأرسمه كميل سالب. إذن هذا هو الخط الأول، وتقاطع Y له سيكون E على B، وتقاطع Y له سيكون E على B. هذا هو الخط. ثم الخط الثاني، دعوني أرسمه بلون آخر. لا أعلم إذا سيكون تحت أو فوق ذلك الخط، لكنه سيكون موازيا له، سيبدو هكذا. وتقاطع Y لذلك الخط هذا الخط، تقاطع Y لذلك الخط سيكون F على Y. إذا كان E على B و F على Y عبارات مختلفة، لكن كلا الخطان لهما نفس المعادلة، سيكونان متوازيان ولن يتقاطعا. إذن في الواقع لن يكون هناك حل. إذا أخبركم أحدهم أن الطريقة التقليدية التي تستخدمها سواء عن طريق التعويض أو عن طريق جمع أو طرح المعادلات الخطية، لن تكون قادرا على إيجاد حل لمكان تقاطع هذان الخطان إذا كان A على B تساوي C على D، وطريقة تصور المصفوفة
المفردة هي أن يكون لدينا خطوط متوازية. وربما ستقول لكن هذان الخطان سوف يتقاطعا إذا كان E على B تساوي F على Y. إذا كان هذا وهذا متكافئان بالتالي ستكون الخطوط المطابقة وليس يتقاطعا وحسب، بل سوف يتقاطعا في أماكن غير نهائية. لكنه لا يزال الحل الفريد غير موجودا، لن يكون حل واحد فقط لهذه المعادلة، سيكون صحيحا لجميع قيم X و Y، ويمكنك تصوره عندما تطبق المصفوفات على هذه المسألة. المصفوفة مفردة إذا كان الخطان الممثلان إما متوازيان أو يعتبرا نفس الخط، إنهما متوازيان ولا يتقاطعا أبدا، أو إنهما نفس الخط فستقاطعان في عدد لا نهائي من النقاط، وهذا منطقي أن يكون معكوس الـ A غير معرفا. دعونا نفكر في هذا في سياق المكونات الخطية للمتجهات. إذن عندما نفكر في هذه المسألة بدلا من المكون الخطي للمتجهات يمكننا أن نفكر به هكذا، أن هذا يعادل المتجه X ضرب AC زائد المتجه Y ضرب BD ويساوي EF. إذا دعونا نفكر بهذا قليلا. نقول هل يوجد مكون ما للمتجه AC والمتجه BD بحيث يساوي المتجه EF؟ لكننا قلنا أنه إذا لم يكن لدينا معكوسا هنا نحن نعرف ذلك لأن المحدد هو صفر، وإذا كان المحدد صفر بالتالي نحن نعلم أنه في هذه الحالة أن A على C يجب أن يساوي B على D. إذن A على C يساوي B على D، ماذا يوضح لنا هذا؟ حسناً دعوني أرسمه، وربما أن الأعداد ستكون مساعدة أكثر هنا لكني أعتقد أنك ستحصل على فكرة. سوف أرسم الربع الأول وسوف أفترض أن كلاهما يقعان في الربع الأول. دعوني أرسم. المتجه AC، دعونا نفترض أن هذا A، دعوني أضعه بلون آخر. سوف أرسم المتجه AC. إذا كان هذا A وهذا C بالتالي فإن المتجه AC سيبدو هكذا. دعوني أرسمه، أريد رسمه بشكل متقن. المتجه AC سيبدو هكذا، ثم لدينا السهم، وكيف سيبدو المتجه BD؟ كيف سيبدو المتجه BD؟ حسنا، المتجه BD يمكنني أن أرسمه مجازيا في أي مكان، لكننا نفترض أنه لا يوجد محدد هنا. حسنا، نحن نفترض أنه لا يوجد محدد لهذه المصفوفة، فإذا لم يوجد محدد نحن نعلم أن A على C تساوي B على D، أو بطريقة أخرى أن C على D تساوي D على B. لكن ما يوضحه هذا أنه لهما نفس الميل، فإذا ابتدأ كلاهما من النقطة صفر فسوف يذهبا بنفس الاتجاه، ربما أنهما يختلفان في الحجم لكنهما سوف يذهبان بنفس الاتجاه. إذا كانت هذه النقطة B وهذه النقطة D، فإن المتجه BD سوف يكون هنا. وإذا لم يكن هذا واضحا لكم فكروا قليلا، لما هذان المتجهان سوف يلتقيا في نفس الاتجاه؟ إذا هذا المتجه سوف يكون متداخلا
سوف يكون له نفس اتجاه هذا المتجه، لكن سيكون له حجم مختلف، ربما سيكون حجمه مختلف. سؤالي لكم الآن، المتجه EF لا نعرف أين، لا نعرف أين المتجه EF. حسنا، دعونا نختار نقطة عشوائية ما لنفترض أنها E، أن هذه E وهذه F. إذن المتجه EF سيبدو هكذا، دعوني أضعه بلون مختلف. المتجه EF لنفترض أنه هنا، سؤالي لكم هو إذا كان هذان المتجهان بنفس الاتجاه، ربما أن حجمه مختلف، هل هناك أي طريقة يمكنك من أن تجمع أو تطرح مكونات هذان المتجهان لكي نحصل على هذا المتجه؟ حسنا، لا يمكنك أن تقيس هذه المتجهات وتجمع لهم، وكل ما ستفعله هو يمكنك الذهاب لأي متجه آخر. هنالك العديد من هذه المتجهات، لكن لأنهما بنفس الاتجاه فلا يمكنك الوصول لأي متجه يكون باتجاه آخر. فإذا كان هذا المتجه باتجاه آخر فلن يكون لدينا حل هنا. فإذا حصل وكان اتجاه هذا المتجه نفس هذا، بالتالي سيكون لدينا حل حيث يمكنك قياسهما. في الواقع سيكون لدينا عدد لا نهائي من الحلول بدلالة X و Y، لكن إذا كان المتجه مختلفا قليلا بدلالة اتجاهه، بالتالي لن يكون لدينا حل. لا يوجد مكون لهذا المتجه وهذا المتجه، يمكن أن يكون مجموعه يساوي هذا، وهذا شيء عليك أن تفكر به قليلا. ربما سيكون واضحا لكم، لكن هناك طريقة أخرى لتفكروا بها. إذا حاولتم أخذ مجموع المتجهات أي متجه آخر لكي ننقله لذلك الاتجاه، فيجب أن يكون لدينا اتجاه واحد واتجاه آخر حتى نصل إلى أي متجه آخر. وإذا كان جميع العناصر في نفس الاتجاه فلن يكون لدينا طريقة لنحصل على واحد مختلف. على أي حال، ربما أنني محاطا بما أوضحه، لكن أتمنى أن هذا أعطاكم بعض من الفكرة. حسنا، أولا أنتم الآن تعرفون ما هي المصفوفة وتعرفون متى لا يمكنكم إيجاد معكوسها، وتعرفون أنه عندما يكون المحدد صفر فلن يمكنكم ذلك. وكان هذا كل شيء أردت شرحه في هذا العرض، أنكم الآن حصلتم على البداهة في تفسير هذا، لأنه إذا كنتم تنظرون إلى مسألة متجه فلا يوجد طريقة تمكنكم من إيجاده بأي واحدة، لن يكون هنالك حل لإيجاد مكون المتجهات الذي يوصلكم إلى ذلك المتجه، أو أن هنالك عدد لا نهائي من الحلول. ونفس الشيء يكون صحيحا لإيجاد تقاطع خطان، إنهما إما متوازيان أو أنهما نفس الخط إذا كان المحدد صفر. على أي حال، سأراكم في العرض التالي.